ديالي نجوى القرواني من مدينة أسفي، ممثلة جمعية أفق الرياضية بأسفي. جيت اليوم النهائي بطولة المغرب للجامعة الملكية المغربية رياضة تنين السلام. فرحانة بزاف بالفوز والحصول على اللقب، حصل على الميدالية الذهبية، ونتمنى إن شاء الله نحصل عليها في شي بطولة عالمية أو دولية. وشكرا للمنظمين واللجنة والمدرب ديالي اللي هو الأب ديالي، وأنا فرحانة بزاف حيت شاركت في الندوة هذه. وكنشكر جميع أي واحد ساهم في هذه البطولة هذه في التنظيم ديالها، لا من الحكام ولا المدربين ولا كل شيء. نتمنى التوفيق للجميع.